الخير على كل مشاهدي الطبيب في كل مكان. يوم جديد وفقرة جديدة من فقراتنا الطبية المتميزة وبرنامجكم الطبيب. عايزة أقول لحضراتكم إن فصل الصيف يمكن ده من الفصول اللي بتبين جدا مشاكل الشعر، لأن بيبقى فيه رطوبة عالية جدا ومشاكل البحر المختلفة، ده بيأثر جدا على جمال الشعر. يمكن في بعض البنات لما بيسافروا مصيف أو يروحوا بيسين أو بحر ما بينزلوش البحر عشان خاطر شعرهم ما يبص، صح يا نور؟ يمكن أنت أكتر واحدة عانيتي من المشكلة طبعاً. دي. أنا عانيت كتير زي أي بنت في الدنيا، يعني مشاكل البحر ومشاكل المظهر العام. يعني حتى البنت ممكن تنزل المية بس تطلع تبقى عايزة على طول تعمل شعرها علشان يبقى طبعا. طبعا ده بيأثر جدا جدا، ده غير المية المالحة مع الشمس أكيد بيأثر. بس على فكرة برضو مش بس البنات هي اللي بتتضايق من الموضوع ده، كمان ولاد كتير جدا جدا بتتضايق من مشكلة الشعر في الصيف، زي ما بيقعد فترات طويلة وشهور طويلة أثناء الشتاء يجهز نفسه لفورمة الساحل ويروح الجيم علشان خاطر يعمل عضلاته يبقى شكله كده لطيف على البحر أو على البول، هو كمان ممكن يدفع تكاليف كتيرة جدا وكبيرة جدا ويتعالج مدة طويلة علشان خاطر شعره يبقى شكله حلو. بس احنا معانا لا هتبقى التكاليف طويلة، سوري، لا هتبقى التكاليف كبيرة ولا هتبقى المدة الطويلة. كل ده هنعرفه النهاردة مع ضيفنا اللي بينورنا النهاردة، دكتور هاني ثروت، اخصائي عناية الشعر والبشرة. اهلا بحضرتك يا دكتور، حضرتك منورنا. اهلا بيك يا دكتور هاني، مبسوط جدا ان حضرتك معانا عشان بستغلك. واحنا زي ما انا قلت في الانترو ذكرت ان فصل الصيف بيبقى مشكلة كبيرة جدا، في ناس بتتبسط بفصل الصيف بس في ناس كمان بتتضايق جدا لانه فعلا بيبين مشاكل الشعر المختلف. في البدايه قبل ما نبدا اي كلام حابه اعرف من حضرتك ايه هو تكوين الشعر؟ طيب هو مين بس الناس اللي بتتبسط في الصيف؟ ناس كتير قوي يقول لك بقى الصيف جاي بقى ونخرج بقى شعرها الكلام ده. ناس كتير بس في خيالنا غالبا احنا بنشوفهم مشاكل الشعر بتبان وبتزيد، بتبقى الدبل في الصيف طبعا يعني عشان الرطوبه بتبقى الرطوبه بقى والحراره والتراب والحر ودرجه الحراره العاليه دي اصلا بتبوظ الدنيا. نرجع للسؤال بتاعك، ايه مكونات الشعر او ايه تكوين الشعر؟ تكوين الشعر. الشعر بيتكون من جزئين، جزء خارجي وجزء داخلي. الجزء الخارجي اللي هو اللي اوريدي احنا بنبقى شايفينه بعينينا، ده بيبقى عباره عن ثلاث طبقات، طبقه خارجيه، طبقه في النص عباره عن طبقه البروتين، بتتكون تقريبا من 90% من البروتينات اللي موجوده جوه الشعر. ودي اهم طبقه من الطبقات المكونه للشعر. تمام. والطبقه الثالثه اللي هي البيز اللي بيتكون عليها الشعر، ده الطبقه الخارجيه اللي احنا بنشوفها بعينينا. اللي تحت الجلد بقى فيه اللي تحت الجلد بيبقى فيه البصيله بتاعه الشعر. البصيله دي بقى اللي بيبقى فيها كل المشاكل اللي اوريدي احنا بنشوفها. جميل. البصيله دي بيبقى واصل بيها شعيرات دمويه، الشعيرات الدمويه دي بتغذي البصيله، فكل ما البصيله بتتغذى كل ما الشعر اللي هو الخارجي اللي فوق الجلد يبتدي يبقى هادي. ده تقريبا مكونات الشعر ببساطه جدا. اهم جزء واهم طبقه لمكونات الشعر الطبقه الثانيه اللي هي طبقه البروتين. علشان كده حديثا نلاقي البنات كلها بتجري على الحاجات اللي هي فيها بروتين. يا دكتور انا عايزه حاجه فيها بروتين عشان تغذي الشعر. اوكي، دي فعلا معلومه حقيقيه. ان احنا لو غذينا 90% من طبقه الشعر انا كده تقريبا عالجت مشاكل كتير جدا في الشعر. حلو جدا، ده كده خلاص حضرتك قلت لنا ده تكوين الشعر. طيب بالنسبه يعني للاسباب بقى يا دكتور اللي ليها علاقه بسقوط الشعر وان الشعر يفقد شكله، اللمعان بتاعه، الملمس بتاعه، احنا قلنا كام سبب كده ظاهري زي ما قلنا كده الرطوبه والحر، بس احنا عايزين نعرف هل في اسباب رئيسي. داخليه والاسباب هو الرئيسيه. السبب الرئيسي اللي بيعمل كل مشاكل الشعر اللي بنشوفها واللي ما بنشوفهاش. اوكي، هو نقص نسبة الدم اللي واصلة للبصيلة. كمية الدم كل ما تقل كل ما يحصل مشاكل كتير جدا 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 بقى في الشعر. طيب النهاردة لو كمية الدم اللي واصلة للبصيلة كتيرة وكويسة وسفيشنت يعني كافية، ده بيخلي الشعر من فوق اللي هو الشعر الجزء الخارجي اللي احنا بنشوفه بعينينا، هاويفر لو في صيف، لو في رطوبة، لو في تكييف، لو في درجات حرارة عالية، الشعر محمي، الشعر بروتكتد. فهي الفكرة دلوقتي نسبة الدم اللي واصلة كل ما بتكون قليله كل ما يحصل مشاكل كتير، كل ما تكون سفيشن تكون كويسه كل ما الشعر بيبقى بروتكتد. عشان كده برضو الناس بتجري ناحيه ان انا ادي ميديكيشن، دكاتره معظمهم بيدوا ميديكيشن ان هم يزودوا البلاد سبلاي، ان هم يزودوا نسبه الدم اللي واصله للبصيله عشان نبتدي نحل المشكله من جذورها. لو قدرت احل المشكله من جذورها انا كده حليت كل مشاكل الشعر التانية. جميل جدا. طيب هتكلم في نقطه مهمه جدا يمكن بتخاطب شريحه كبيره جدا وبتاثر على شريحه كبيره جدا من يعني من الطفوله حتى لما الست بتكبر. هنتكلم عن العادات السيئه يا دكتور اللي ممكن كلنا نعملها في شعرنا، نقعد بقى نربط شعرنا جامد، الاكل غير صحي، هل ده بياثر على الشعر وازاي يا دكتور؟ بص، في حاجات كتير قوي احنا بنعملها غلط. حاجات كتير جدا غلط، اولها طبعا التغذيه.
لما تيجي مثلا نلاقي مثلا حد جاي العياده او حد بيسال على ريكومنديشن، انت ايه طريقه الاكل اللي انت بتاكله؟ بتاكلي خضروات؟ تقول لك لا. تاكل خضروات؟ لا ما باكلش ما خضروات. الخضار. تاكل كم مره في اليوم سلطه خضراء مثلا؟ مره واحده، مره واحده مش كفايه. طب بتاكل فواكه؟ لا. طب بتاكل حاجات فيها مواد حافظه؟ اه. بتشرب مواد غذائيه؟ اه. طب بتدخن؟ اه. طب في ستريس؟ اه. كل الكلام ده كله بيعمل مشكلة. مشاكل. كل ده للاسف ثقافه غلط جدا بتاثر على مش بس على الشعر، على الجسم كله. طيب يا دكتور، ممكن بقى تقول لنا على طرق العلاج الحديثه لمشاكل الشعر والسهله كمان، لانه احنا عندنا مشاكل في ان احنا بنستسهل زي ما حضرتك قلت كده في السؤال اللي فات على طول. الحاجات والعادات السيئه ميزتها ان هي سهله فبتبقى دايما في متناول ايديك، فاحنا عايزين الحاجه اللي تكون بسيطه وفي نفس الوقت بتديني النتيجه فوق الهايله. الفتره الاخيره احنا كنا بنحاول نفكر في المعادله الصعبه، ازاي زي ما العادات السيئه سهله عايزين يبقى في تريتمنت سهله. علاجات الشعر او علاجات البشره بتاخد فتره وبتاخد وقت طويل، فالناس بتزهق، تيجي بعد فتره ما بتكملش. وانس ان انت ما كملتيش الموضوع بيرجع اسوء من الاول. اوكي. فيرجع الشعر يحصل فيه مشاكل كتير جدا، او البشره يحصل فيها مشاكل كتير جدا. فابتدوا دخلوا حاجه، تكنيك جديد اسمه النانو تكنولوجي. دي احدث تكنولوجيا في العالم دخلت مجال الطب ومجال الكوزماتكس. بيستخدموا النانو تكنولوجي دلوقتي في عمليات القلب المفتوح، ودي اماجن النانو تكنولوجي قد ايه مهمه بشكل انتوا لا تتخيلوا، وتكنولوجي غاليه جدا. ان هم يدخلوها في المنتجات بتاعه الشعر او في الحاجات اللي هي اوريدي ريليتد بالشعر، الموضوع من 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 كم من من الحاجات الطفرات العلميه اللي حصلت في الفتره الاخيره. النانو تكنولوجي هي عباره عن تكنولوجيا بتكسر الجزيئات الكبيره لجزيئات صغيره عشان نقدر ان احنا نخترق الاجزاء او المناطق اللي صعب ان احنا نوصل لها بالميديكيشن العاديه. وفتره قصيره جدا ونسبوت، يعني فكره النانو تكنولوجي ان هي بتقدر تخترق طبقات الشعر اللي هي صعب اختراقها اون سبوت وتديكي نتيجه اون سبوت. عشان كده كل الناس اللي بتستخدم السيشن او 90% من الناس اللي بتستخدم السيشن بتاعت النانو تكنولوجي بيكون في نتيجه معاهم فوريه. يعني المواد المستخلصه بتوصل بمنتهى السهوله لعمق الشعرايه في وقت قصير. بتاعت السيشن بتوصل لاعمق جزء جوه الشعر بيسموه الهارت اوف ذا هير، اللي هو قلب الشعرايه. بيوصل اون سبوت، يعني ما بياخدش وقت طويل عشان ده بيخترق البصيلات. بيخترق على طول. مش البصيله، بيخترق طبقات الشعر. طبقات المصر. لو نقدر نشرح على الفيديو دوت هيبقى الموضوع اسهل بكتير. ثلاث طبقات اللي حضرتك ذكرتهم. ده شكل الشعر، وده الطبقه الخارجيه بتاعه الشعر، وده المكونات الداخليه اللي هي البروتينز اللي احنا اتكلمنا عليها، اللي هي عباره عن تيوبس. دي الطبقه بقى يا دكتور اللي دايما بتبقى متاثره دايما بالتقصف دي والكلام ده. دي 90% من مكون الشعر، هي الطبقه الثانيه اللي هي لو حصل فيها مشاكل بقى يحصل فيها تقصف يا مروه وهيشان والشعر يبتدي يقع ويحصل مشاكل كتير جدا احنا بنشوفها. الطبقه الثانيه دي مفيش حاجه تقدر ان هي تخترقها بنسبه 100%. ريسنتلي مع تكنولوجيا النانو تكنولوجي زي ما انتم شايفين اللون اللي هو البنفسجي ده، تمام؟ احنا بنقدر ان احنا نخترق اون سبوت ودايركت على طول في نفس الوقت، مجرد ان انت تستخدميها على طول تقدر ان انت تحصلي على النتيجه دي. ايه اللي حصل في الصوره اللي احنا شايفينها؟ معلش استاذنكم نرجع تاني نعيد الصوره بس تاني، استاذنكم نرجع تاني عشان دي مهمه قوي. اللون اللي هو الازرق او البنفسجي او وات ايفر هو ظاهر على الشاشه بلون ايه، ده الكومبوننت بتاعت النانو تكنولوجي تبتدي تخترق مكونات الشعر. يعني هي كده وصلت للطبقه الثانيه اللي حضرتك بتتكلم عليها، بتوصل لاعمق جزء في الطبقه الثانيه. هي الفكره في حاجات بتوصل للطبقه الثانيه بس بتبنتريت تخترق بنسبه 10% قليلة مثلا، نسبه قليله جدا تقريبا ما بتديش نتيجه. بمجرد ان انت تبطلي تستخدمي الحاجات دي الشعر يبتدي يقع والشعر يبتدي يحصل مشاكل كتير جدا. فالمريض ما بيحسش بالفرق خالص، بيتعب وبياخد وقت طويل وبيدفع كتير، وفي الاخر ما فيش فرق، ما بيوصلش فيش نتيجه خالص لانه ما بيكملش الكورس كامل. بتبقى كمان النتيجه عكسيه، النتيجه بتبقى عكسيه لان انت خلاص اديتي اوردر للمخ ما تفرزش بروتينز لان انا جاي لي بروتينز من بره، وبعد كده فجاه توقف، فجاه توقفي فالشعر يبتدي يقع بشكل فظيع جدا. انما النانو تكنولوجي انا بعمل حاجه بسيطه جدا، بعمل حاجه اسمها ستيميوليشن للهير فوليك اللي البصيله بتاعه الشعر، عشان البصيله نفسها تبتدي تطلع بروتينز وكيراتين، عشان انا لو بطلت ادي للشعر الكومبوننتس بتاعته الشعر ما يبتديش يتاثر بشكل عكسي او بشكل سلبي. وفي نفس الوقت بشتغل على الجزء الخارجي اللي هو فيه مشاكل، بعمل له سبورت بالجزء اللي ما احنا شايفين في الفيديو عشان يبتدي يبقى شكله احسن ويبقى هيلثي وصحي، فيبتدي الشعر يبقى مش مهيش، يبتدي الشعر يبقى شكله لامع شويه، يبقى شكله هيلثي زي بالظبط النبات لما تدي له ميه الشعر يبتدي، سوري النبات يبتدي لونه يخضر وابتدى يبقى شكله احسن والطف. طب
طيب احنا دلوقتي يا دكتور عارفين ان النانو تكنولوجي فيها جزيئات من الذهب، عايز اعرف ازاي الشعر بيستفاد من جزيئات الذهب وايه المواد او العناصر اللي موجوده تاني في النانو تكنولوجي؟ النانو تكنولوجي تاني هي عباره عن تكنولوجيا ملهاش علاقه بالكومبوننت، يعني انا ممكن اجيب النانو تكنولوجي اعمل بيها خشب، اعمل بيها سيراميك، اعمل بيها طيارات، يعني هي تقنية. هي تقنيه حديثه، تقنية جديدة. جميل، بطبق التقنيه دي على الحاجات اللي ممكن تكون مفيده للشعر. ايه الحاجات اللي مفيده للشعر؟ اللي هي البروتينز، البروتينز وحبيبات الذهب. البروتينز من اهم الحاجات المهمه، الكولاجين اوكي بلس حبيبات الذهب، الاثنين دول الكي انديكيتورز او المفاتيح علاج الشعر في الجزء اللي هو الخارجي. حبيبات الذهب بتعمل ايه؟ احنا من اسمها بتخلي الشعر يكون لامع، بتلمع. بتدخل جوه التيوبس اللي احنا شفناها في الفيديو، تملاها فتديها فوليوم، فتزود الفوليوم بتاع الشعر، وفي نفس الوقت تدي للشعر اللمعه بتكون طبيعيه من جوه الشعر، يعني مش حاجه مجرد ان انت تغسلي الشعر تروح مع الميه، لا دي بتبقى لمعه داخليه من جوه الشعر. فباي تايم تلاقي الشعر ده لونه الطبيعي. ده بالنسبه لحبيبات الذهب. بلس ان هي بتعمل استيميوليشن، بتعمل تحفيز للبصيلات ان هي تشتغل اكتر وتطلع بروتينز وكيراتين اكتر عشان الشعر يبقى بيغذي نفسه من جوه الجسم. الكولاجين بقى، الكولاجين ده اصلا بروتين من البروتينات الطبيعيه اللي الجلد اصلا بيفرزه. حديثا ده دخل في الحاجات بتاعه الشعر ودخل في السيشن بتاعه النانو تكنولوجي. الكولاجين بيخلي الشعر إلاستيك وفلكسبل، يعني ايه؟ يعني مرن، مش ناشف. البنت او الولد لما يجي ينشف او يسرح الشعر بيبقى ريجيد كده، بيبقى واقف كده خلاص، وتحسي ان هو هايش كده، تحسي ان هو ناشف ما فيهوش حياه. انا واضح يا دكتور قدامنا في فيديو على الشاشه عشان نشرح عليه لكل الساده المشاهدين استخدام النانو تكنولوجي على الشعر ازاي سهله وبسيطه وممكن اي حد يستخدمها في البيت. هي سهله جدا وفكرتها ان هي تبقى سهله عشان الناس تكمل عليها. صح. هي عباره عن شويه كريمز بتتحط على الشعر وبتتساب على الشعر بشكل بسيط جدا، وبيتعمل بيها مساج على الشعر لمده 5 دقائق عشان نقدر ان احنا نستيميوليت البلاد فيزلز او استيميوليت البلاد سبلاي اللي هو الدم يوصل للبصيلات بشكل كويس، عشان نقدر نغذي بصيلات الشعر، عشان نقدر نرفلكت على الشعر، عشان نقدر وذن اول سيشن اشوف نتيجه. اوكي، زي ما انتم شايفين احنا حطينا البروتينز وحطينا طبعا بنستخدم حاجات كلها اورجانيك، حاجات ما فيهاش اي كيميكلز عشان خاطر ما تكسرش البروتينات الطبيعيه الموجوده جوه الشعر وما تكسرش البروتينات اللي انا اوريدي بحطها جوه الشعر. بعد 30 دقيقه بيديني النتيجه اللي اكتر من هايله، اللي كل الناس بتبقى عايزه توصل لها، اللي هي النتيجه اللي احنا شايفينها دي. ايه النتيجه دي؟ شعر الفوليوم بتاعه ابتدى يزيد. ليه شعر الفوليوم بتاعه ابتدى يزيد؟ فروه الراس نفسها اللون ابتدى يتغير، وفروه الراس زي ما احنا قلنا لونها ابتدى يتغير لان احنا ابتدينا نعمل مساج بالبروتينز، فالدم ابتدى يجري بسرعه لحد ما يوصل للبصيله. ليه الشعر السمك بتاعه زاد؟ السؤال بتاعي كمروه، البروتينز والكولاجين وحبيبات الذهب دخلت جوه التيوبس بتاعه الشعر، فبقت بقت مكون من مكونات الشعر الاساسيه، فالفوليوم بتاع الشعر ابتدى. الفايده بقت كبيره جدا طبعا، الفايده كبيره طبعًا. وفي لحظتها، يعني جاست انت خلصتي السيشن بتشوفي نتيجتها اون سبوت. حلو قوي. طيب دكتور احنا يعني واحنا في الاول كده بنتكلم قلنا انه مشاكل الشعر بتواجه رجاله وستات، كمان على فكره بتواجه اطفال صغيرين. يعني مثلا كمان في ولاد بيتولدوا شعرهم اصلا بيكون الفتله بتاعته خشنه، وفي ولاد تانية بيبقى شعرهم كويس جدا بس مثلا تدريب سباحه او تدريب كوره في الشمس بالنهار ده برده ياثر على شعرهم ويقصفه. الام ساعتها بتكتئب وبتبقى هتتجنن خلاص ابنها او بنتها شعره باظ ومبقاش ينفع يتعالج من الاول وجديد. من سن قد ايه اقدر استخدم نانو تكنولوجي لاطفال؟ وفي نفس الوقت برضو الام اللي تبقى حامل برضو بتبقى شعرها بيقع وبتفقده وده بيسبب لها اكتئاب، هل تقدر برضو تستخدم نانو تكنولوجي ولا هيكون صعب؟ بصي انت سالتي اكتر من سؤال في سؤال واحد، يعني تقريبا هقول لك بقى الزتونه بتاعت السؤال اكتر من الاخر. مين يقدر يستخدم نانو تكنولوجي ومن سن قد ايه؟ طيب احنا هنقسم السؤال ده جزئين عشان احنا دلوقتي في الصيف. النانو تكنولوجي بنستخدمها من سن 3 سنين. حلو. اوكي، ليه من سن 3 سنين؟ لان احنا اوريدي بنستخدم حاجات اورجانيك فما فيش فيها خوف خالص. طيب بالنسبه للحوامل وبالنسبه للرضع، نقدر نستخدمها مع الحوامل ومع الرضع عشان هي خاطر ان هي اورجانيك ما فيهاش اي كيميكالز خالص، فما تاثرش على المكونات الطبيعيه بتاعه الشعر. أوكي. الجزء الثاني اللي هنريليته بقى بالصيف، كل سنه وانتم طيبين، عشان فصل الصيف بقى والميه والكلور والماء المالحه والبسين والشمس والكلام ده. والشمس، فكره الكلور، الكلور بيزيل الطبقه الدهنيه او الطبقه الزيوت اللي هي الطبيعيه اللي بتبقى موجوده على الشعر. بنستفيد منها اصلا.
نعم اللي احنا بنستفيد منها، هي اصلا بتحمي الشعر من اشعه الشمس. اوكي، لما تنزل المايه تلاقي الشعر كده ابتدى يعني ينشف، ما فيهوش اللمعه اللي كانت اوريدي موجوده فيه. ده ليه؟ بسبب ان الكلور ده ماده كيميائيه خطيره جدا، بتكسر الماده الدهنيه اللي على الشعر فبتخليه unprotected، فشويه هواء يعملوا كده ممكن يكسروا الشعر للاسف الشديد. مجرد شويه سخونيه او استشوار او درجه حراره على الشعر يروح مكسر الشعر. فبما اننا داخلين على فتره الصيف، السيشن بتاعه النانو تكنولوجي تبقى مهمه جدا جدا جدا، سواء كانت للاطفال او للستات او وات ايفر مين بينزل الميه. هو بيتحط على الشعر كبروتكشن، بيزود الحمايه على الشعر عشان خاطر لما ننزل الميه ونطلع ما نتأثرش بالمشاكل بتاعه الكلور. يعني احنا مش لازم نستنى يبقى في مشكله او يبقى في حاجه ملموسه في شعرنا، مش لازم نستنى الشعر يقصف او الشعر اللمعان بتاعه يروح ناخدها كبروتكشن. لما تنزلي الميه يا نور الماده دي بتروح، انت ايفن لو شعرك هيلثي 100% تنزلي الميه الدهون اللي على الشعر او الزيوت اللي على الشعر الطبيعيه بتروح. اوكي، ده طبيعي جدا. فانت عشان تحميها وتحافظي عليها انت محتاجه ان انت تستخدمي التكنيك بتاع النانو تكنولوجي او سيشن النانو تكنولوجي علشان كمان تحمي شعرك. يعني انت اوريدي بتغذيه وبتحميه ان انت ما تتعرضيش لكده زي اللي معروضه دلوقتي، ما توصلش للنتائج اللي انا او المراحل اللي هي المتاخره اللي انا اخاف اوصل ليها، عشان ما تتعرضيش لكده زي الكيس اللي احنا عارضينها دلوقتي دي اللي هي فيها مشاكل دي. ممكن سام تايمز ممكن بيبقى برده من الكلور، من الحاجات اللي موجوده في الميه بتبتدي تاثر على الطبقه الدهنيه دي. صوره بتاعت الشعر قبل وبعد كده تقريبا، قبل وبعد. اوكي، دي لو انت خدت بالك الشعر خفيف، الشعر ناشف، الطبقه الدهنيه اللي على الشعر نشفت. فرق باين جدا يا دكتور ان الشعر كان ضعيف، الشعر ضعيف جدا، بلس ان الطبقه اللي بتحمي الشعر ما كانتش موجوده. الطبقه اللي بتحمي الشعر ما كانتش موجوده ليه؟ لان الميه والكلور بيكسر الطبقه دي. احنا ما بنيجي نستخدم الميه بتاعه البيت برضو بتكسر، بس الماء الكلور اللي موجود في البسين بيبقى نسبته اعلى، الاملاح الموجوده في البحر بتبقى نسبتها اعلى، فالتاثير بيبقى اعلى. جميل، دي كيس ثانيه برضو نفس الكيسز. خلاص، الشعر خفيف، الشعر ضعيف، الشعر بيقصف، الشعر مهيش، فروه الراس بيضه خالص خالص خالص، ده معناه ان مفيش دم واصل للبصيلات. فابتدينا نشتغل عليها بالسيشن بتاعه النانو تكنولوجي، اديتنا النتيجه اللي انتم شايفينها. اوكي، فروه الراس ابتدت لونها يتغير، الدم ابتدى يوصل للبصيله. دي كيس ثانيه. دي حاله بقى دكتور وحضرتك بتشرحها، معلش انا اسفه قطعت حضرتك، النانو تكنولوجي دايما يعني بيستفاد منها الناس اللي عندهم بصيلات في الشعر. هل بقى الناس اللي عندهم صلع بيستفيدوا برده من النانو تكنولوجي ولا لا؟ النانو تكنولوجي فكرتها ان هي تشتغل على البصيله، البصيله نفسها. لو البصيله مش موجوده صعب جدا ان احنا نطلع بصيله من اول وجديد. فاحنا لو في شعر وضعيف، لو الشعر موجود زي وضعيف زي الحاله دي مثلا، زي الحاله دي لو انت خدتي بالك ايه ده الدنيا عندها فاضيه، لا هي مش فاضيه، هي عندها شعر بس ضعيف. لو اتساب الشعر ده كله هيقع، البصيلات هتموت. فاحنا لحقناها في المراحل المتاخره. بس احنا شايفين نتيجه بصراحه تجاهنا يا دكتور، ما حدش كان يتخيل ان ممكن بعد ما الشعر وقع كده يطلع تاني. بصي النتيجه بقى دي، بصي الصوره دي، ده حد صغير دي بيفور وافتر. اوكي، الجنب اللي هو الجزء بتاع الجنب دوت بيعمل بقع بيضه، كان الشخص ده بيبقى فيه بقع مثلا من كتر الشد او الشرب او اي حاجه. تمام، ده لو انت خدت بالك، بس الشعر موجود. معنى ان الشعر موجود البصيلات موجوده. معنى ان البصيلات موجوده فاحنا نقدر ان احنا نشتغل على البصيله، نقدر نغذيها، نقدر نخليها تاخد غذاء بشكل او باخر عشان تدينا النتيجه دي. دي كيس تاني، لو خدنا بالنا الشعر اوريدي موجود، الشعر لونه مختلف عن لون الشعر الاصلي. صح، حبيبات الشعر او فتلات الشعر ضعيفه جدا جدا لدرجه ان هي بتتكسر وهتوصل لمرحله الصلع. اشتغلنا عليها، اشتغلنا على البصيلات عشان تديني النتيجه اللي انتم شايفينها. هايل جدا طبعا. هنا ده ولد، لو نقف عند ده شويه لان الكيس دي بنشوفها كتير، لان دي شائعه جدا يا دكتور، وبقينا نشوف ولاد من سن 25 سنه بيوصلوا للمرحله دي واصغر من كده كمان. اصغر من كده، اصغر من كده. ايه اللي بيخلينا نوصل للمرحله دي؟ الاسترس، الضغط العصبي، سوء التغذيه، التدخين، ما بنامش العدد الكافي من الساعات، والجل يا دكتور، النوم. نعم، الجل والجل وتأثيره على الشعر. الجل والكريم ده مصيبه كبيره جدا، تأثير السلبي طبعا على الشعر. الجل والكريمات دي مصيبه كبيره جدا. اشتغلنا على الشعر، اشتغلنا على البصيلات. لما انتوا خدتوا بالكم الشعر اوريدي موجود وضعيف، يكاد يكون اوريدي بيقع. حلو، يعني هو داخل على مرحله صلع. بعد ما وصلنا للمرحله دي، الكيس دي ما كانتش مصدقه ان الشعر وصل للمرحله دي خلال 3 شهور، وتشيز كانت نتيجه هائله جدا. اوكي، فاحنا برده عشان الناس اللي بتسال الصلع، ولان بيجي لنا اسئله كتيره جدا على الصلع، احنا مش بنطلع بصيله، احنا مش بنطلع شعر مش موجود، احنا بنشتغل على الشعر الموجود والبصيلات الموجوده عشان تديني نتيجه زي اللي احنا شفناها.
بشكر حضرتك جدا يا دكتور. الحقيقه وقت الحلقه يعني للاسف انتهى، ولكن احنا عندنا اسئله كتير واستفسارات كتير جدا جدا ليها علاقه بمشاكل الشعر، ان شاء الله هنستكملها في حلقات تانيه. اتكلمنا النهارده عن اهميه النانو تكنولوجي في حل كل مشاكل الشعر، وكمان بالنسبه لكل الاعمار ورجاله وستات. بجد يا دكتور بشكر حضرتك جدا على وجودك معانا. انا شخصيا استفدت جدا من حلقتنا النهارده، خصوصا ان احنا داخلين في فصل الصيف. كان منورنا النهارده من داخل الاستوديو دكتور هاني ثروت، اخصائي العنايه بالشعر والبشره. بشكر حضرتك جدا يا دكتور. شكرا ليكي مره ثانيه. حضرتك مشاهدينا فقرتنا انتهت، استنونا فقرات جديده ومتميزه دايما من الطبيب. اشوفكم على خير، الى اللقاء.